تحية طيبة متابعي قناة حلب اليوم. نحن الآن في مخيمات ريف منطقة حارم شمال غرب إدلب، حيث أزمة ومعاناة جديدة تنضم لمجموع المعاناة التي يعانيها الأهالي هنا في هذه المخيمات. أزمة الخبز المجاني، حيث انقطع عن هذه المخيمات أكثر من 15 مخيما، انقطع عنها الخبز المجاني لتضاف إلى سجل المعاناة. لتفاصيل أكثر نتابع مع الأهالي هنا في هذه المخيمات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا نحن الآن في أحد مخيمات منطقة حارم في منطقة كفرحوم. طبعا هذا المخيم من أحد المخيمات اللي انقطع عنها الخبز المجاني المدعوم. بتعرفنا في حضرتك؟ اسماعيل أبو أحمد، من مهجرين سهل الغاب، مقيم في منطقة حارم. تحكي لنا عن معاناتك وعدد أفراد عائلتك مع تأثير انقطاع الخبز المجاني عليكم. بالنسبة للزواج، أنا متزوج وعندي عيال ما يقارب 8 أنفس، مع رب الأسرة وربة الأسرة ما يقارب 10 أنفس. نعاني من قطع الخبز من مدة محدودة غريبة تقريبا، معاناة قاسية بالشكل. وأنا واحد من مئات أو الآلاف المهجرين في هذا المخيم والعائلات اللي موجودة هون، نتيجة عدم تأمين الشغل، فرص العمل، والناس وضعها تعبان، يعني كوضع المعيشة تعبان، وخبز ومصاريف كثيرة. فنرجو من الله العلي العظيم والداعمين، الأخوة الداعمين، أن ينظروا إلى هذا المنطقة بعين الرحمة وتأمين مادة الخبز لهالناس المستضعفين. طيب، مثل ما ذكرت حضرتك أنه في مئات وآلاف العوائل في منطقة حارم وشمال غرب إدلب متأثرين في انقطاع الخبز المجاني. أنت يعني كم ربطة بيلزمك في اليوم بالعادي؟ أنا شخصيا كعائلة أنا بيلزمني أغلى شيء 4 أكياس لـ5 أكياس خبز. نعم. الآن عم تشتريهن في نعم، أنا حاليا بشتريهن للحر. بتحكي لنا أنه عن شغلك، يعني شغلك أنه شو بتشتغل؟ أنا سابقا فلاح مزارع، ولكن اليوم لا أرض ولا فلاحة ولا زراعة ولا إيه ولا لا. أكثر العائلات هون مستعينة بالله سبحانه وتعالى وبعض من أفراد عائلاتهم اللي قائمة على العمل كعامل بالأراضي الزراعية، والآجار العامل لا يعني ما يعادل حق الخبز يوميا. طيب، إذا إنه شفنا شقد بالطالع أنت في اليوم، هل بالطالع حق خبزك إلا لا؟ لا، ما بطالع حق خبزي، لا ما بطالع حق خبزي أنا، يعني هاي الحقيقة، هاي مو مدرحة، لأنه أكثر الرجال عاطلين عن العمل ولا يوجد عمل، حتى للنساء لا يوجد عمل في هذه المنطقة، لأن هاي المنطقة، هاي المهجرين هون أكثرهم من أصحاب المهنة الزراعية في منطقة سهل الغاب. إذن طيب، مطالبك ورسائلك؟ نطلب من الله العلي العظيم والأخوة المتبرعين أن ينظروا في عين الرحمة على هذه المنطقة وتأمين مادة الخبز لهالناس المستضعفين، وجزاهم الله كل خير. طبعا ما زلنا في منطقة حارم شمال غرب إدلب للحديث عن انقطاع الخبز المجاني. نحن الآن في مخيم آخر، نلتقي مع أحد الأهالي هون في المخيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتعرفنا في حضرتك؟ عبد الباسط محمد جاسم، من أهالي مخيم أبناء العز العزي منطقة الغاب. طبعا نحن في أحد المخيمات في منطقة حارم شمال غرب إدلب، بتحكينا عن معاناتكم في موضوع انقطاع الخبز المجاني عن الأهالي في المخيم. طبعا الخبز مادة رئيسية، وإحنا عم نعاني من الخبز من فترة طويلة، يعني لا في خبز، وعيلتي كبيرة، أنا أحكي عن نفسي، يعني موضوع الخبز موضوع شاقع بالنسبة لنا، لا في مردود لا في أي شيء، وأنا بالنسبة لعيلتي 10 أشخاص خبز كل يوم بدي 5 ربطات، يعني مشكلة كبيرة شغلة الخبز. يعني إذا بدنا نحكي عن موضوع عائلتك، أنت بدك يوميا تقريبا 70 ليرة خبز؟ بدي 70 ليرة ودوبها تكفينا صراحة، يعني هذا إن إحنا، إذا إجاك واحد كمان مشكلة، يعني مصيبة. طيب كيف عم تطلع مصروفك اليوم؟ والله بالعامل، عم نشتغل بالعمال، عمال شو العامل 75 ليرة ما تسوي شيء يعني صراحة يعني.
يعني خبز ما تجيب لك؟ لا ما اجيب لا اجيب خبز. شو الصبح الصبح بدك 100 ليره الصبح صباحيه يعني الفطور ما بتكفي ال 100 ليره. طيب انت اليوم كرب اسره تعتبر كبيري يعني 10 انفس كبيري. نعم. طيب اذا بتقول ما في عمل كيف عم تدبر امورك اليوم؟ والله بالعامل بالعمال يعني يصير عمل اي شيء عمل عم نشتغل لحتى نمشي امورنا مو اكثر من هيك يعني. طيب شو هو مطالبكم او مطلبكم الاساسي اليوم كمخيمات شمال غرب ادلب؟ نطالب من الناس المسؤولة عن هالموضوع هذا يأمنوا خبز لهالمخيم. يعني وضع الناس مأساوي صراحة. يعني الخبز مادة أساسية والخبز يعني أقل شيء يتوفر الخبز بالمخيم أقل شيء يعني. طبعا ما حكينا عن اللي ما بيحسنوا يشتغلوا وفي ناس ما تحسن لا تشتغل. الله يساعد الرجل الكبير لا يحسن يشتغل من بده يجيب حق خبز منين بده يجيب مصروف عيلته يعني. طبعا مخيم آخر في منطقة حارم شمال غرب إدلب وذات المشكلة انقطاع الخبز المجاني على المنطقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا خالتي؟ الحمد لله عيوني. خالتي بتحكي لنا كيف عم بيأثر عليك انقطاع الخبز المجاني على المخيم؟ والله العظيم يا أخي انقطاع الخبز جريمة. والله الآن الحرمة الأرملة دحج الربطة والربطين ما عم تشفيني. الله يساعد قلب العيال. يعني لو أنه هالمنظمات الله يرزقها الله يرزقها الجميع العالم تدعم هالمخيمات العالم قتلة غتيل والله العظيم يا خاي. وما بلبلية حيلة يعني العالم ما عنده شيء. الله يساعد العالم شحدت ما بشي يا خاي والله ما بشي. طيب اليوم أنت كيف عم تدبري حالك؟ والله أدبر حالي يعني شو بدي أقول لك أدبر حالي. الله هذا أزلم هذا ينطيني 10 ليرات هذا يحن علي ب20 ليرة لحتشتري يعني بلا مؤاخذة ربطين الخبز ويا ريتني شفني يا ريتني شفني يا خاي. ويا محلى ما يدبر الله. طيب أشو مطالبك اليوم؟ بدنا الخبز يا خاي بدنا خبز لهالعباد مشان الله يحن عليها وتاكل وتشبع هالعباد. بدنا الخبز يا خاي قتلة العالم قتل يعني بالمخيمات قتلة عمي نزلينا وكل شي صار علينا. بس يا خاي الله يدعمنا الخبزات يعني نتحمد الله إذا الله بعث لنا خبزات شي تأكل هالعباد. طبعا ونحن في جولي في مخيمات منطقة حارم شفنا هذا التنور هون في احد المخيمات في ريف ادلب الشمال الغربي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. تعرفين عن حالك يا خالتي؟ ام احمد. ام احمد احكي لنا ايش عم تعملي هون؟ والله عم نخبز على التنور. يعني السبب يعني ارخص من المشترى يعني الربطه يعني حقها 10 ليرات ما بها 500 جرام. عم نجيب خبز ونخبز على التنور. بتجيبوا طحين طحين ونخبز على التنور. طيب والحر الموجود اليوم الحرارة 40 ما يقارب 40 في ريف إدلب ما بيعيقك هذا الشيء؟ والله شو بدنا نسوي بدنا نعيش يعني يعني ندور على الأرخص يعني. أنتوا بشكل مستمر إنه بتخبزوا كبديل عن الخبز الأفران؟ إيه يعني أحيان يعني مو كل الأحيان أحيان نشتري لما يكون معنا مصاري نشتري ما يكون معنا مثلا زيادة مصاري نشتري طحين ونخبز على التنور. خالتي أم أحمد يعني هذا الموضوع موضوع التنور خبز على التنور رغم صعوبته إلا هو عم تلاقوه أوفر؟ لا أوفر يعني صحيح صعب شوي بس يعني أوفر من المشترى. مثل ما ذكرت مثل ذكرتي أم أحمد إنه اليوم كيس الخبز هو يعني حجم وزن خفيف ما بيكفي العيلة الكبيرة خصوصا مثل ما شاهدنا في المخيمات. 5 ربطات أحيانا العيلة الكبيرة. نعم 4 ربطات 5 ربطات أحيانا. بينما التنور أوفر يعني مشترينا كيلين طحين مثلا نخبز قد 5 ربطات أوفر يعني ب20 ليرة أحسن من نحط 50 ليرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتعرفنا عن نفسك؟ صلاح بن أيان مدير مخيم تجمع العزب كفر حوم. طبعا تجمع العزي هو تجمع كبير للمخيمات العشوائية الموجودة في منطقة حارم شمال غرب إدلب. بتحكي لنا عن أبرز المشكلات اللي موجودة عندكم بالنسبة للخدمات الأساسية. أستاذ الكريم بالنسبة لأهم شيء مادة الخبز. خدمات الخبز مقطوع عنا من فترة والعالم ما عنده شيء
لا عندها أرض ولا عندها شيء، حتى الشباب ما عندهم العمل نهائيا. يعني شلون العالم متأمن حاله بربطة الخبز؟ ما حد بيعرف. طيب إذا حكينا شوي عن تجمع العزي، كم عائلة تقريبا فيه؟ حوالي 350 لل 400 عائلة تقريبا. طبعا هذا التجمع للتنويه انه هو احد التجمعات الكثيره اللي انقطع عنها الخبز المجاني، كيف عم بياثر هذا الشيء عليكم كاهالي؟ بياثر علينا، ما في يد عامله، في مجاعه، في جوع شديد، يعني في عالم ما بتلاقي عنده حق ربطه خبز، هذا بيروح بيتدين من عند ابو الخبز بالقريه وبيجي، يعني بتصير مشاكل احيانا مشان حق الخبز، في عالم ما عندها تدفع له وبدها تاكل، منين بدها تعطيه؟ ما في شيء. يعني معاناة صعبة، يعني معاناة قاسية كل معنى الكلمة، انه ما في دخل للعائلات مشان تشتري خبز. احنا شفنا اكثر من عائلة الحقيقة معاناة مضاعفة في هاي التجمعات العشوائية نتيجة انقطاع الخبز المجاني عن هاي المخيمات والتجمعات العشوائية في منطقة حارم. طيب انت ايش بتوجه للمنظمات او الامور المعنية، الجهات المختصة في هذا الموضوع؟ نحن بنوجه دعوة لكل منظمة او ادارة او داعم يجي يشوف على ارض الواقع معاناة العالم. يعني اذا ما تأمن الخبز العالم حال اسوأ، كل يوم اسوأ من يوم، والله العظيم في عالم ما عنده حق ربطة خبز، يعني بده مشهد، في عجان بتشهد مشان تجيب ربطة الخبز للبيت، يعني بده يؤدي لسرقات، بده يؤدي لشيء، نحن ضمن قرية، بده يؤدي لشيء محرم مشان يشتغل يجيب ربطة الخبز. طيب انتو كإدارة مخيم اليوم او تجمع لمخيمات في منطقة حارم، شو هي الاجراءات اللي عم تقوموا فيها؟ كيف هي الطريقة اللي عم تخاطبوا فيها المنظمات او الجمعيات لمحاولة استجلاب الدعم؟ سيد الكريم، نحن نتواصل مع مديرية تنمية حارم، بنحطهم بالصورة كل نقطة بنقطتها، انه هالامر بيصير عندنا صعوبات والناس متضج، نحن بنوجه الدعوة لمديرية حارم، مديرية حارم هي بتتواصل مع المنظمات على مرة كل الناس، في منظمات بتلبي في منظمات ما بتلبي الاحتياج. طيب كيف هي الردود عم بتكون؟ هل هي إيجابية؟ هل هي سلبية؟ هل في المرات الماضية يعني؟ يعني معظم المرات كانت إيجابية، بس ولكن هلأ صاروا لفترة مقطوعة، يعني نحن خي ما بدنا زيادة عن العالم، أسوة باقي المخيمات نحن بنكون لكم الشاكرين، أسوة بالمخيمات اللي دائما مستفيدة. يعني المرتبة الأولى هو المطلب أنه عودة الخبز المجاني. نحن همنا الأساس مادة الخبز، إمتى ما نوجد الخبز موجود كل شيء. إذا مناشدات كبيرة الحقيقة من قاطني المخيمات العشوائية هنا في منطقة حارم شمال غرب إدلب، أكثر من 15 مخيما عشوائيا انقطع عنها الخبز المجاني المدعوم من المنظمات المحلية هنا والدولية، ما انعكس سلبا على حياة مئات العوائل هنا في هذه المخيمات العشوائية.